ازيك يا ابراهيم؟ مساء الخير، منورنا. ربنا يخليك. ايه بس الحلاوه دي؟ الفيديوهات تجنن، ربنا وطريقه تصويرها وعرضها. الحمد لله، شكرا. قول لي كده في البدايه، ازاي جات لك الفكره انك تروج للسياحه الريفيه؟ بس حضرتك، هي الموضوع اولا هو ما كانش مجرد فكره، هي حاجه انا بحب اعيشها، ودايما الانسان لما بيكون بيحب حاجه بيطلعها بحاجه كويسه جدا حقيقي. فاحنا بنعيش الحاجات دي في الريف، وحبينا ان احنا نوثقه ونوريه للعالم كله. جت فكرة ان احنا نوصل الحاجة دي ازاي. احنا دايما بنشوف الغرب هم يعني ايه، خدوا مننا فكرة السياحة الريفية، واللي هي اساسها احنا اصلا، يعني احنا اساس الريف هي مصر طبعا. فهم اكتبوا ده وعملوا بيه سياحة ريفية بيئية، اللي هو الكونتري سايد، بالظبط، بيهتموا بيه جدا. جدا. وبيبص تلاقي احنا بدأنا نتفرج عليهم وهم اصلا مكتبسين ده مننا، وياخدوا مننا السياحه دي، واحنا نروح نزورهم، واحنا عندنا الكلام ده. فانا حبيت اوثق الكلام دوت ونوري العالم كله قد ايه مصر فيها حاجات كتير جميله، ويروح مصر، وبجانب الطبق المصري طبعا، يعني اللي هو الاكلات المصريه، الاكلات الريفيه الجميله، واحنا نعمل بصمه لينا مع الجيل القديم، نوري للجيل ده والجيل اللي بعدينا كمان يشوف الجيل القديم مع الجيل بتاعنا بالوان الزمن. بالظبط كده. خلينا نقول النوع ده من الاكلات هو تراث برضو. هو تراث طبعا حقيقي. واحنا مش بس بنقدم مجرد اكلات، احنا بنحاول نقدم التراث بتاعنا المصري. وطبعا مصر من اكتر الدول في العالم اللي هم بيهتموا بالحضارات بتاعتهم، واحنا عايزين نكمل على ده. وغنية بالتراث. بالظبط كده، احنا عايزين نكمل على ده ونحتفظ بثقافتنا، ثقافه اللي احنا الزمن اللي احنا فيه واللي قبلنا واللي قبله. والحمد لله احنا قدرنا نعمل كده، ان احنا نجمع بين الزمن اللي احنا فيه والزمن القديم والزمن اللي هو قبله كمان، بالمناظر الطبيعيه، بالاكلات، بالاجواء، بالتواشيح بتاع زمان، باذاعه القران الكريم، بكل حاجه بسيطه. والحمد لله وصلنا لقلب الناس بحاجه زي كده بفضل الله. انا طبعا بحييك على الفكره. انا دايما بقول النجاح والتميز دايما بيبتدي بفكره.